لا ثارت جدلا شديدا ايضا انه تلميذه تتهم طفله، يعني تتهم تلميذا طفل بالاعتداء عليها. الواقع طبعا لاهميتها قلنا نسال كل الاطراف، وكمان نقول هو فين وزاره التربيه والتعليم من الاهتمام بهذه القضايا. لو عاوزين نعيد الاعتبار للمدارس لازم نعيد إليها الاعتبار بشكل شامل، مش مناهج تعليمية فقط كما نطالب، لا كمان أحوال المدارس، العلاقة بين التلاميذ والمدرسين وأولياء الأمور بتحصل فيها مشاكل كثيرة. تعالوا نشوف هذه القضية، قضية مخيفة، إنه في طفلة تتهم طفل زميلا لها بالاعتداء عليها. اتهمت تلميذة بإحدى المدارس الابتدائية بالدقهلية أحد زملائها بالتعدي عليها، وبناء على ذلك تقدمت الأسرة ببلاغ ضد الطفل. هو قاعد ياخدني بالإيد وقاعد يضرب فيا، وكان يقول لي لو قلت الحمد هقطع نصين. كان معاه حاجة في إيده وبيهددك بيها؟ مقص. كان معاه إيه؟ مقص. مقص؟ كان معاه مقص؟ وبعدين ايه؟ بعدين انت عملت ايه بقى بعدها؟ قعدت اضرب في عيال زقوا الباب. هو كان باب ايه؟ باب الحمام. يعني هو شدك وداك باب الحمام. ورجع قفل الباب على صبعه. انا ما اعرفش الموضوع كله لما بنتي جت هنا وقالت لي، المدرسه كلها العيال كلها جت هنا وقالت لي الحقي بنتك الواد بيضربها، بس هو ده اللي قالوه. فروحت لقيت المدير ده اللي اسمه طاهر قعد البنت دي جنبه وبيقول لي ما فيش حاجه يا ست، وقفل الباب. فقمت قاعده بقى وسكت عليه، يضحك عليا ميه ساقعه وشوكولاته وقعد يسكتني. وقال قمت انا بضحك كده بقول له ايه، لو انا بشوف التلفزيونات حوادث ودنيا وحاجات في الحمامات ما تقوليش كده، ما تشوفش على المدرسه، ازاي تقولي كده؟ عم طلعني بقى وجابني هنا لغايه البيت من ايدي وقال لي ايه، اقعدي في البيت وما فيش حاجه حصلت وما تخافيش وكده. انا عايزه حق بنتي، انا مش هتنزل عن حق بنتي خالص، عايزاه يروح 60 داهيه المدير، لان هو كان عارف هو مخبي علي. زمايله في المدرسه قالوا ان الولد ده شقي وبيدخن وعنده وقعه سرقه موبايل من مدرسه تانية، ورجعوا الموبايل وكذا اعتداء على اطفال في المدرسه والاطفال ما بتتكلمش. لكن هو ازاي يشدها تحت تهديد مقص زي ما هي بتقول، ويدخلها حمام ويقفل الباب ويعتدي عليها، ومدير المدرسه يمشيهم وينهي الموقف بهدوء، يعني يرضاها لبنته مثلا؟ عاوز حق بنتي يقبضوا فيه يولعوا فيه يسيبوه، واخد على الكبير على العيله بتاعته اقرار لو حصل لبنت حاجه او لي حاجه في البلد يبقى هم المسؤولين. اما اقارب الطفل فينفون روايه الطفله ويؤكدون سياقا اخر للواقعه. الولد بيشد هدوم بيشدها علشان تكلم امها، وهي تقريبا امها ما كانتش موجوده او بيقول لها ان امها بعت لها حد او حاجه، يعني دي ده اللي حصل في اول يوم واحنا في قسم الشرطه. حر للمحضر بناء على الكلام ده، تمام، والمحضر ده والكلام ده مسجل في محضر الشرطه في محضر جامع الاستدلالات بتاع المباحث. حر للمحضر بالكلام ده. تاني يوم رايحين النيابه فوجئنا بوضع متغير جدا في كلام البنت، في كلام البنت نفسها. قالت ده اتعدى عليا بمشرط وقطع هدومي بمشرط وحاول ان هو يلمس جسمي، كلام غير اللي كان بيتقال امبارح منهم هم نفسهم. حاجه كده بالعقل، بالعقل خلينا ناس محترمين وبنتكلم كلام يخدش حقيقه عام، وقصه ملهاش اساس نعملها ونهولها ونعملها فيلم واحنا ناس مسلمين ومحترمين نعرف ربنا، ما ينفعش الكلام ده بصراحه، ما ينفعش ايا كان وضع. انت شايف انه ما حصلش الكلام ده؟ يا سعاده الباشا في كاميرات في المدرسه وفي ناس في حضانه. طب اللي قال لك ما قالكش ان في حضانه، في حضانه في نفس المبنى اللي فيه دوره الميه اللي هم بيقولوا عليها، فيها بوابه حديد، قاعدين التلات عمال بتوع الحضانه جنب البوابه عشان بيبيعوا بسكوت للاطفال اللي داخله ولا طالعه. بعد الواقعه بساعتين او بثلاثه راحت المستشفى العام في شربين تعمل تقرير طبي مبدئي، هذا التقرير بيبان فيه ما اذا كان في خدوش جديده ولا لا. في خدوش ولا لا التقرير؟ سعاده الباشا الكلام ده يدان لك ما شفتوش بعيني، انا اكذب ما شفتوش، انا بقول لك في تقرير طبي مبدئي قبل الطب الشرعي اللي هو جاي بعد اسبوع من الواقعه. شوفوا ده الاول، في تقرير مبدئي بيقول ان هذه الطفله سليمه ولا لا.